بسم الله الرحمن الرحيم. نبارك للشعب العراقي فوز المنتخب الوطني أسود الرافدين على الفريق العماني الشقيق. هذا الفوز الذي أعاد الفرحة لشعبنا وغمر البهجة والسرور من خلال الحضور الكبير والتفاعل الذي يبين وحدة الشعب العراقي ومصيره المشترك، وإن شاء الله إلى انتصارات أكبر وأكبر. ونبارك الظفر بكأس خليجي 25، ونحن لدينا تفاؤل كبير في المستقبل في كافة المجالات إن شاء الله. وياكم تجيبون بطولة عز الراح السمت عراقي خليج اثنين خلاكم على مطاق الخليجي. بطولة عز الراح السمت عراقي خليج اثنين خلاكم على مطاق الخليجي.